هاد السمكة اللي كتلقب بطبيب الأسنان اللي ما كتعرفش الخوف وكتسبح مباشرة في الأفواه والخياشيم ديال أكبر الحيوانات البحرية، وحتى أسماك القرش المفترسة ما كتقدرش على التهامها حيت كتعرف الفوائد والقيمة ديال هاد السمكة. جميع أنواع الحوت في البحر بالأسماك الكبيرة والخجولة وحتى الأنانية وأسماك القرش كيعرفوا الدور ديال هاد السمكة وكيوقفوا في بلاصتهم بحال محطات التنظيف وكيدخلوا مباشرة للأفواه والخياشيم باش ينقيوها وكينزعوا الطفيليات بالفكين ديالهم وكذلك كينظفوا الجروح الملتهبة وقمل البحر المزعج. الفوائد ديال هاد السمكة واضحة حيت الأسماك الخالية من الطفيليات أكثر صحة وسعادة واللي كتخليها تعيش لفترة طويلة أكثر. هنا كنتأكدوا بلي أن كل سمكة في المحيط عندها دور خاص بها.